مساء الخير، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. هنعمل النهارده مع بعض البيتزا. هنعملها كلها من اولها لاخرها، من اول بيتزا دو اللي هي العجينه، وبعد كده صوص الطماطم بتاع البيتزا. هنعمل الايطالي الاصلي، هنعمله مع بعض، اللي هو ما فيهوش بقى تفانين المصريين والحاجات اللي بيعملوها. هنعمل الصوص الاصلي. هنعمل ايه؟ ده نص كيلو دقيق، نص كيس بالظبط، لان انا مش هعمل كتير. هو الكيس بيعمل 6 بيتزا، كيس الدقيق كله او الكيلو كله بيعمل 6 بيتزا متوسطة. انا مش عايزة اعمل النهاردة كتير، فاستخدمت نص الكيس بس. ودي رشة ملح، ودي معلقة سكر، خميرة فورية، ومية دافية للخميرة. عشان اعمل اكتيفيشن للخميرة لازم احطها في مية دافية واحط عليها سكر، هو اللي بيخليها تاكتيفيت. تمام. وهستعمل برضو زيت زيتون، انا بحب احط زيت الزيتون على الدقيق بيدي نكهة. يعني الزعتر اللي هناك ده هحطه في صوص الطماطم. هو صوص الطماطم المفروض يتحط فيه اوريجانو اللي هو الزعتر البري، بس انا ما عنديش النهارده فهحط الزعتر ده. تمام. اول حاجة هعملها هحط المكونات الجافة كلها مع بعض، اللي هي ايه، هحط الدقيق عليه رشة الملح، وانا بحب احط على الدقيق بودرة ثوم، ما بحطش كتير الحقيقة، بس انا بحب العجينة بتاعت البيتزا يبقى ليها نكهة. وده طبعا مش في الوصفة الاصلية، يعني لو مش عايزين تحطوه ما تحطوش. هي الوصفة الاصلية الدقيق ورشة الملح والخميرة وزيت الزيتون بس، وبنعجنها طبعا بمية، بنحطها كده جراديولي لحد ما العجينة تلم معانا. مية عادية من الحنفية، وبودرة بصل، هو بودرة البصل وبودرة الثوم ده يعني التاتش بتاعي انا، الحاجة اللي انا بحبها. خلاص. المفروض بقى ان انا اقلبهم في بعض. هقلبهم في بعض كده لحد ما يمتزجوا كلهم، وبعد كده هحط عليهم شوية زيت زيتون، يعني في حدود ربع كوباية. تمام. بس تمام كده. همزجهم بقى كلهم مع بعض. انا مش هشتغل بايدي، انا هشتغل بالمعلقة دي وهعجن بايدي. لما ابتدي بس استعمل المية واستعمل الخميرة بعد ما يتعمل لها اكتيفيشن هحطها وابتدي بقى اعجن بايدي. انا كده بقلب بس المكونات كلها الجافة ببعض. تمام. تعالوا بقى نحط الخميرة مع السكر. هدي السكر على الخميرة وهنحطهم مع بعض هنا في المية الدافية. هقلبهم مع بعض. انا بحب اعمل البيتزا بخميرة فريش اللي هي بنشتريها من الفرن، بس انا برضو النهاردة مش متوفر عندي، فانا هعمل دي هتدي نفس النتيجة برضو. تمام. في حاجة كمان عايزة اقول لكم عليها، الدقيق الاصلي بتاع البيتزا اللي هو الدقيق 00، هو ده افضل دقيق للبيتزا. انا برضو النهاردة عشان مش متوفر عندي فاستعملت الاول بيربز اللي هو دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق لكل الاغراض. بصوا هنا الخميرة هتبتدي تعمل زي بابلز كده فرقيع، دي كده هي الخميرة كويسة وهتبتدي تشتغل. تمام. هلم الحاجة اللي حواليا دي، وبعد كده هستنى الخميرة لحد ما تشتغل، هحطها على الدقيق ونعجن البيتزا مع بعض. بصوا كده الخميرة عملت ازاي، بصوا عيلت ازاي وطلعت كده. اذا الخميرة دي كويسة هنعمل ايه دلوقتي؟ هحطها على الدقيق وابدأ اعجن. انا مش هحط مية دلوقتي، هعجن الاول، وكل ما هتحتاج معايا مية هحط لها مية. شيل المعلقة دي بس. هحط لها مية عادية بقى من الحنفية،
مش هحط ميه دافيه، هي الميه الدافيه كانت عشان الخميره بس تشتغل. بس انا هفضل اعمل بيها كده في ايدي بايدي كده فيها لحد ما العجينه تلم معايا. هقفل دلوقتي بس عشان انا محتاجه ايديا الاثنين، واول ما العجينه تبدا تلم هوريها لكم. العجينه كده بدات تلم، العجينه كده بقى تمام خلاص. هغطيها بفوطه نظيفه واسيبها تخمر ساعه. بصوا انا هنا بسوي بشوح سجق، ده انا هعمله توبنج للبيتزا. انا ما لقيتش عندي اي حاجه ينفع تتحط توبنج، فقلت هعمل بيتزاية تكون بالسجق، لان هو لقيته عندي فهشوحه شويه ببصل وفلفل الوان وطماطم. تمام، دي ميه انا حطيتها تغلي علشان هعمل فيها الصوص بتاع الطماطم. هعمل بقى صوص الطماطم ازاي؟ دي ميه بتغلي ودي طماطم انا المفروض قطعتها، مش قطعتها يعني عملت فيها علامه اكس كده من هنا من عند العود الاخضر اللي بيبقى فيها، شلت العود وعملت علامه الاكس. ليه؟ عشان انا هحطها في الميه دي لما تغلي لمده 10 دقائق، وهشد جلدها او قشرها هشده من الفتحه اللي انا عملتها. تمام، الميه كده غليت، فهحط فيها بقى ايه؟ الطماطم اللي مفتوحه من تحت اكس. عشر دقايق وهطلعهم على ميه متلجه. ليه بقى على ميه متلجه؟ عشان اوقف عمليه السوى نمره واحد ونمره اتنين، عشان ابردها بسرعه واشيل القشره بتاعتها. الطماطم كده تمام، هطلعها بقى على الميه المتلجه دي. تبرد بس واعرف امسكها، وهحط وهشيل منها القشر، هحطها في البوت بتاعت الهاند بلندر وهرسها بالهاند بلندر. بص انا قشرت الطماطم، شلت القشره من عليها من علامه الاكس اللي انا فتحتها تحت، حطيتها بقى في الهاند بلندر. هحط عليها بودره ثوم، انا ما بحبش احط ثوم فريش عشان انا بحس ان هي بتتحول لصلصه كشري، فانا هحط ثوم باودر صغيرين، وهحط كمان بودرة بصل، ممكن تحطوا رشة رشة ملح، انا مش هحط ملح، اكتفي بالملح اللي بيبقى في الموتزاريلا، واحط معلقة صلصة بس تديها اللون الاحمر قوي لان الطماطم عندي مش حمرا خالص، وهضربها بالهاند بلندر لحد ما تبقى بيوريه. مش عايزاها سايلة، انا تبقى بيوري كده ليها قوام عشان اقدر ادهن منها على البيتزا. بس خلاص كده هضربها اكتر من كده عشان متتحولش ايه لصلصة سايلة. كده عندي البيوري بتاع الطماطم اللي هو هيتدهن بيه البيتزا جاهز، هستعمل منه اللي هستعمله والباقي هحطه لو فضل منه، يعني هحطه في برطمان للاستخدام مره تانية. تعالوا بقى نشوف العجينه بتاعه البيتزا شكلها بقى عامل ازاي. ارتاحت وخمرت، هبتدي بقى اشكلها.
رشيت دقيق على الرخامه، طبعا الرخامه نظيفه مغسوله، هرش عليها دقيق وابتدي اقطع عجينه البيتزا وافردها. هنفرد بقى العجينه، انا حطيت دقيق على الرخامه وهفضل افرد فيها لحد ما تبقى رفيعه خالص. حطيتها في الصينيه، خلاص هخرمها بقى بالشوكه عشان ما تنفخش وتبقى شبه الكيكه. ابدا بقى احط عليها التوبينج. اول حاجه هحطها البيوري بتاع الطماطم اللي انا عملته وادهنه عليها كويس. نسيت احط على البيوري ده ريحان بري، المفروض هو بيتحط عليه ريحان بري بس نسيت، وانا بعمله بالهاند بلندر احط فيه. مش مشكله، مش هيبقى وحش يعني، بس انا كنت عايزه اقول لكم ان الطريقه لازم يتحط فيها ريحان بري. وبعد كده هحط موتزاريلا، مش كتير، انا لسه هحط عليها سجق. احط التوبينج بقى بتاع السجق، وهحط موتزاريلا تاني على الوش كتير بقى عشان ايه تشد. ولازم كمان كله يبقى متغطي من الموتزاريلا. الفرن طبعا لازم يبقى سخن، اسخنه من قبل كده عشان يبقى سخن جدا، وبعدين ادخل فيه البيتزا واطلعها واوريها لكم. طلعت البيتزا خلاص من الفرن، هي قعدت في الفرن بالظبط 15 دقيقه، فرن سخن على اعلى درجه حراره. دي اللي هي كان التوبن بتاعها السجق اللي كان متشوح في بصل وفلفل الوان. وعملت واحده تانية ما عملتهاش جوه الفيديو، دي عملت نصها ريكفورد والنص التاني شيدر، شيدر اللي هي متقطعة زي الموتزاريلا كده. هقطعهم واحطهم في طبق التقديم. اقطع التانية كمان. هي دي عالية شوية مش عشان العجينة عالية، بس انا حطيت عليها توبنج كتير، حطيت عليها موتزاريلا كتير عشان تشد، وحطيت عليها سجق كتير. بس هقطعها بقى وبالهنا والشفا، ويا رب الفيديو يعجبكم.